انت مين؟ انا كريمة بنت عفاف. انا كريمة الممرضة. طب انا عايز اقوم امشي. اهدى بس يا انكل، اهدى بس ثواني بس، دكتور يطمنا عليك. حضرتك عارف انا مين؟ مين دي يا حاج؟ معلش علشان اطمن على الذاكره، المدام تبقى مين؟ انا عايز امشي. اهدى بس يا حاج، معلش، انت عارف الناس الكبار اللي زيه كده بيبقوا خلقهم ضيق. مين دي يا نهى؟ حضرتك اسمك نهى؟ ايوه. طب ما انت زي الفل اهو، امال ايه، بتقلقنا عليك ولا ايه؟ قوموني من هنا، انا عايز امشي. طب هدي نفسك بس نطمن عليك وبعدين نبقى نمشي. على فكره انا برضك ممرضه يا دكتور، بس هو يعني مش عايز حد يقعد معاه في البيت، بس والله العظيم انا مش هسيبه، هفضل قاعده معاه لحد ما اطمن عليه. لا ما ينفعش تبقى لوحدك، غلط جدا على صحتك. ها؟ انت لازم تاكل كويس وتاخد الدواء في مواعيده. تقيسي له الضغط 5 مرات وانا هبعد عليه. حاضر، متشكرين يا دكتور، ربنا يخليك. ميرسي. خلاص يا انكل، ان شاء الله ساعتين كده هتخرج من المستشفى. خليكي قاعده جنبه، ما تتحركيش. مش هتحرك. هروح اجيب حاجه ياكلها من الكافيتيريا. حاضر. الحمد لله على سلامتك. انت مين؟ انا كريمه. يا رب يكبر بخاطركم يا ولادي، يا رب ويكفيكم شر المرض. يكفيكوا شر عيون الناس، يكفيكوا شر ولاد الحرام، وقف لكم ولاد الحلال في طريقكم يا رب. يا ست نفيسه اشفي لي اهلي ولاد روحي يا اسمي. يا بنت حبيب النبي اشفي لي اسمي. اسمع مني يا دار. يا رب يحميكم يا رب، فرح قلبي يا دار، يشفيهم ابدا هم واللي زيهم. اسمع مني يا دار. النبي يا ست العظيم، بسم الله يا رب. النبي يا ست الحديد، سهل الشيء صحيح عليك النبي. يا ابني بحشفة كل مريض. الست اللي واقفة جنبي دي عمالة بتدعي وتقول كلام غريب قوي، بتدعي لستنا نفيسة هي اللي تشفي لها ابنها. ده كلام أنا هروح أقول لها، ده حرام. ما تقوليلهاش حاجة. لا ما هو لازم نفهمها، حرام حرام فعلا. هتقول لك مالكيش دعوه وما تتدخليش. يلا بقى ادعي وانت ساكت. استني بقى شويه، استني. يا رب يا رب حوطهم ببركتك يا رب. يا رب يا رب حوطهم من العين يا رب. يجعل في وشك القبول يا دعاء يا بنتي، ويعدلها لك يا رب، ويسعدك ويحميكي من الحسد يا رب. محسوده ازاي يا رب؟ اهدي لي هبه يا رب. يا رب عدلها لبناتي كلهم يا رب، واسعدهم وارزقهم بولاد الحلال اللي يريحوا قلوبهم ويفرحهم، والذرية الصالحة يا رب. يا رب ما تعدي السنة دي إلا ولاقي دعاء وهالة وهبة متجوزين في بيوت عدلهم يا رب. اسكتي بقى، اسكتي. يا رب اقبل مني يا رب. بسم الله المجيب، بسم الله المجيب، بسم الله المجيب. يا رب يا رب اكبر بخاطري وفرح قلبي. يا رب اكبر بخاطري وفرح قلبي واستر بناتي يا رب. على مهلك. الله يخرب بيتك يا مدوي. كمال انا ومال المصيبه دي، اعمل ايه دلوقتي؟ انسه بقولك ممكن اطلب منك خدمه؟ اتفضلي. انت كنت معانا في الاوضه، قريبي ده الدكتور قال له لازم حد يبقى معاه يعني مقيم يقيس له الضغط وراكب له جلوكوز. جلوكوز تمام. بصي انا عايزاكي تعلميني شويه حاجات كده بس في السريع في السريع، انا ذكيه وبتعلم بسرعه والله. انت عايزه تعلمي يعني تركبي له الكلو ولا تقيسي له الضغط وتديله حقن؟ انا بعرف ادي حقن، الحاجات التانيه بقى. تعالي معايا. ربنا يسترها معاكي وما يهمكيش في دقيقه ابدا. وانت اسمك ايه؟ سماح. امك اسمها ايه؟ رضا. اهم حاجه انه يغير جو وحد يتكلم معاه. ده كان مكتوب له مضادات اكتئاب. عموما انا كتبت له مضاد اكتئاب تاني وفاتح للشهيه. تمام؟ اهم حاجه ايه؟ غير جو، المتابعه، وما يتسابش لوحده كتير. حاضر يا دكتور، انا هتابع مع البنت اللي معايا. متشكره قوي. الف سلامه حضرتك يا فندم.
سنين. شكرا يا فندم. ميرسي، متشكره قوي. ميرسي. انا ازوم حضرتك؟ لا خلاص شكرا، انا مستنيه حد. ميرسي يا فندم. ميرسي قوي. راحت فين دي؟ راحت فين دي؟ انا مش فاهمه راحت فين. سلامتك يا انكل، الف سلامه. يا طارق ازيك؟ بقول لك ايه، ممكن تروح للولاد البيت؟ لا اصل انا مش في البيت، اصل اللواء تعب شويه واخدته المستشفى. لا هو كويس الحمد لله. طب يا طارق خلاص ماشي، خلاص انا اللي هروح. ماشي يا طارق، اوكي، باي باي، مع السلامه. طارق بيسلم عليك يا انكل. انت كنت فين؟ كنت بمشي رجلي شويه. حبكت دلوقتي؟ حبكت خلاص. معلش اتفضلي روحي. حاسه خير الحمد لله على سلامتك يا حاج، هتنور بيتك ان شاء الله. معلش ممكن تمسكي ده وانا هزقه؟ بالراحه، بس زقيه بالراحه عشان هو شكله دايخ. حاضر.